السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا واش عندنا، يعني وين الموزمبيق، يعني وين عندنا مباراة الموزمبيق، يعني اللي مع في الجروب تاعنا اللي غادي نلعبوا نهار الحد، يعني ما منتخب يعني كيما الصومال، منتخب مثل الصومال مثله ومثل الصومال، يعني ما ربحوا 3-2 صح، وربحوا 3-2 بصح امام بوتسوانا اللي ما كاش كاع، يعني بوتسوانا مام كيشت بوتسوانا ماركا 2 بيت خلعت انايا. بوتسوانا كانوا رابحين يعني في البريمير ميطون، وين موزمبيق كان رابح يعني وين ماركا البونت في الدقيقة 14، شاهدنا وين سجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 52، والاخرين كيسما بوتسوانا وين ماركاو التقليص في الدقيقة 74، 75 وين موزمبيق يعني، و 85 وين قلصوا النتيجة يعني بوتسوانا، لكن بدون أداء ما كاش كاع، ما كاش محرز وحده يربحهم هذا. محرز شايبي على بالك واحد، ما والله نقول لكم كلمة، ما كاش ديفونس ما عندهمش، ميليو تيرا ميت. هي استيلا رانا نخافو، ما عند احنا ما عندناش مدرب كل شغل كيما قال لهم حصل في التيران. انا شاهدنا الصومال خرجوا لو حطوا البولا في لاز ولات الدور نورمال في الارضيه، نورمال ولات البولا الدور نورمال في الارضيه، يعني ما فهمناش كل شغل غادي كي نروحو نلعبو كل شغل الصومال ما فهمنا. درنا ماتش نيل حصلوا في الاربيت، خسرنا قالك ايطو، قالك ذاك الفكاهي دبوز وفلان وفلان وفلان، دار هو ماتش انا على بالك بركا ونا ربحه شغل ماتش نيل، ماشي اداء. هو بروحو راه عارف بلي ماشي اداء، راه عارف بلي مكاش اداء، راه عارف بلي ما عند ما هو ما فهمناش، بالك هو راه يشوف بلي راه مليح، بالك يشوف في روحو راه مليح، ما تفهمش كيفاش رانا نلعبو، كيفاش الناس هاي تشوف، هو راه يشوف كيما يقولك بدون اعتراف، ما بغاش يعت، قاع الناس غالطين، هو اللي عنده الحق، قاع الناس غالطين. وكي تهدر على الملعب على بالك وتقول بلي راني كرهت في 5 سنوات، يعني ما كنتش تهدر نتاع الملاعب، نتا نهار لي النيفو طاح، حسيت النيفو، حصلت الاولى كاع اول حاجه اللي بديتوها مناظره المؤامره، يعني حصلتو في الملعب تاع تشاكر، ومن بعد خرجتو في مناظره واحده اخرى، ومن بعد روحتو يعني الملعب تاع تشاكر مليح امام الكاميرون، ما انا ما زعمناش كيما انا اللي حصلت في الكاميرون الكوب دافريك، قلت لهم بلي الملاعب كل شغل مين يقلبوها كان تكذبها الكوت ديفوار، يولي ملعب يتبدل يولي تاع وابلي، كي نقلبوها حنا يولي ملعب تاع رحم شوابينا. وين حقق المنتخب الضعيف موزمبيق اول انتصار في المجموعه، يعني 7 من تصفيات مونديال 2026، وذلك بعد عودته بفوز من بوتسوانا يوم الثلاثاء يعني ب3 أهداف لهدفين، وتمكن الزوار من افتتاح النتيجه في الدقيقه 14 عن طريق يعني لاعبها جايدو قبل ان يضيف زميله يعني الهدف الثاني في الدقيقة 52 في الشوط الثاني، وتمكن المنتخب بوتسواني من العودة في النتيجة عند الدقيقة 74 عن طريق نيغالي، ولكن المنتخب موزمبيق تمكن من إضافة الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط في الدقيقة 75 عن طريق جورزان، وتحصل المنتخب بوتسواني على ركلة جزاء في الدقيقة 82، تمكن الحارس الزوار من تصدي لها، وفي الدقيقة 85 سجل غيلي الهدف المنتخب بلاده الثاني، وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب موزمبيق مجموعة يعني تضم إلى جانب موزمبيق بوتسوانا الجزائر الصومال غينيا وأوغندا. ومن ممكن أن تضع هذه النتيجة ضغط كبير على هذا المشرف الذي سيواجهون موزمبيق في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 2 ظهرا،
الخطأ قال لكم الملعب ما يجعل ديكو غير نربحوا فيه ما نسمعوش الحمى نخاطش عليه. ما قبل ربحنا ذاك كنا نربحوا برا 35، قال لك ما كان لا حمى لا برد لا والو، حنا القدام برد. هذه هي تهضر الملعب الشعب كره. انت قلت انا كرهت يا ودي الشعب كره من هذه التصريحات تاعك. هذا الشعبويه تاعك صايب ما بقاتش، الشعبويه تاعك ما بقاتش عليا. بدل الله هضر على البوله وصايك، هضر على البوله وروح وصايك. انا نقول لك انا نقولها لك ما بقاتش هذه تاع هذه الخدمه هذه لك تخدم فيها مكاش كاع. هذه هي شو بير نيجيريا وتعادلت يا ودي شا دخلني في نيجيريا. هاني انا نولو نلعبو قدامنا نيجيريا، ياه نولو نلعبو نيجيريا كي دير ماتش نيل. ايا حنايا نخرجو نديرو حنا ماتش نيل، كي نيجيريا تخسر حنا نخسرو، نولو مع نيجيريا. نيجيريا ماشي نيجيريا، نولو مع نيجيريا خير. انا نقولها لك نقول له مع نيجيريا، نيجيريا تربح حنا نربحو، نيجيريا تخسر حنا نخسر، ويا رايحه كيما عادي نورمال. والله مشي عمر ولد عمتي اشو بير هضر على هضر المنتخب. والله ما نهضر عليهم، نهضر على مدرب انا يا يدي 6 ملاير ما كان لا اداء لا والو. وكنا نقول لكم نهار الاول نتيجه 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 تربح 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 بالبعد بصعب بعد كي تلاقى مع واحد. اليوم ديروا حسابكم على بالك رانا ملاح، ايا ديروا حسابكم التصفيات كيما تلاقينا كيما كانوا التصفيات ربعة تاع لي زيكيب وتفوتي وحده مثال. انت كي يصرالك تعب زي الصومال، انت كومشي الصومال كنت لاقينا حنايا زعما تصفيات مع تونس مع المغرب مع مصر مع نيجيريا تاكلك مع لا قول مزيا تصفيات. كاين الجروب هذا كاع مكاش، ها الجروب هذا كاع مكاش يا ولاد مكاش كاع. والله العظيم ما نهضر عليك اودي، نقولها لك مليح. اللهم شيل واللهم نجيب نادم جا المنتخب الوطني مسميه الجزائر. الله ما يجبد عليه تاع المدرب انا دي 6 ملايين تاعي تحشي لنا جايه يجب عليا انا طلقت. والله العظيم عزمنا سهله هذه. حتى انا قول راحو حصلو قال لك فاني قال لك على بالكم قال لك حنا قال لك قال لك هذه تاع 3 ايام تاع كشفوها كشفناها لكم والناس كشفوها. قال لك باو يحصلوا فاني قال لك اودي قال لك داروها له بالعادي 3 ايام نلعبو من بعد يا ودي ورت الباغ عليك. يعني تشوف انت يا المدرب يعني 90 دقيقة هو 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 عيط المدرب نورمالمون هذي بارياتريا قاعد في بلاصتك. المدرب يجي وراء الفوز وفقط الشهرية برك. هذا مكان والله ما قال لك الشهرية برك اودي هضر عليك انايا طلقت. تي تهضر لي على الستاد انايا ولي بارتي وامام السويد صح خلينا هنا صح نجي معاك ستاد كي والو وامام السويد وامام تونس في عنابه فيك ستاد كي والو امام طنزانيا فيك ستاد كي والو. يا ولدي عمي راك تهدر وراك تنسى ها انسى ما تفكر بلي ودي هادي هاو ستاد فاني كي والو. ها والله هاو ستاد فاني كي والو هون جاي وين ما تخسر تحصل في الغاشي ولي.
هذه هي هذه هدم راكم مليح راكم مليح خلي يضلوا شي صفقة عليك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.